السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات طالبات الصف الثالث الابتدائي. عزيزات الطالبات، سوف نستكمل اليوم ما درسناه بالأمس، وهو درس التعبير الكتابي عن الشمس. سوف نبدأ درسنا في البداية بالتدريب العلاجي، فهيا يا عزيزتي قومي بإحضار الدفتر والقلم وقومي بكتابة التدريب العلاجي. حصل الطالب على وسام التفوق. حصل الطالب على وسام التفوق. حدد المضاف إليه في الجملة السابقة. أين المضاف إليه؟ هذا الدرس الذي قمنا من قبل بدراسته، المضاف إليه. أحسنت، بارك الله فيك، أسمعك جيدا. بالفعل المضاف إليه هنا هي كلمة التفوق، كلمة معرفة بالألف واللام، ذكرت بعد كلمة نكرة، فبالتالي هذه الكلمة هي المضاف إليه. والآن ننتقل إلى درسنا. أهداف درسنا: يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس أن تكتب الطالبة الموضوع كتابة صحيحة. هل تتذكرون الموضوع الذي تحدثنا عنه بالأمس؟ وقمت بطلب كتابة الموضوع بالأمس، هل قمت يا عزيزتي بكتابته؟ بارك الله فيك، والآن سوف نقوم بكتابته معا. لكن قبل أن نقوم بكتابته، هيا نتذكر بعض المعلومات التي قمنا بالأمس بذكرها. طبعا عنوان درسنا الشمس. بعض المعلومات تمدنا الشمس بفيتامين د الذي يساعدنا على نمو العظام والأسنان. تحث الشمس الناس على النهوض للعمل بجد ونشاط. ينتج عن دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربعة. ونستطيع أن نذكر العديد من المعلومات. على سبيل المثال نستطيع أن نقول أيضا الشمس تمد، أحسنت، تمد النبات بالضوء والحرارة اللازمين لنمو النبات. أحسنت يا حبيبتي، والآن هيا بنا لكي نتعرف على بعض علامات الترقيم التي لابد من معرفته. عفوا، ما هي علامات الترقيم التي قمنا من قبل بمعرفتها؟ ومن علامات الترقيم علامة الاستفهام، فتح الأقواس، علامة التعجب، النقطة، الشرطة، علامتين التنصيص، الفصلة المنقوطة، الفاصلة، نقطتين القول، إلى آخره. هذه علامات الترقيم. والآن ننتقل إلى أدوات الربط. فمن أدوات الربط الواو والفاء وثم. أيضا يوجد لدينا كما، أيضا، كذلك. يوجد لدينا العديد من أدوات الربط. عزيزتي الطالبة، حاولي قدر الإمكان أن تنوعي في استخدام أدوات الربط. أمامك العديد من أدوات الربط، قومي باستغلالها. والآن مخطط موضوع التعبير. أول شيء المقدمة. المقدمة نكتب فيها تعريف للموضوع الذي سوف نتحدث عنه. نكتب فيها تعريف للموضوع الذي سوف نتحدث عنه. أما العرض، نذكر فيه العرض المعلومات الرئيسية التي دوناها حول الموضوع بالأمس. قمنا بتدوين المعلومات الأساسية والرئيسة حول موضوع الشمس. أما الخاتمة فتكون في نهاية الموضوع وتشبه المقدمة في الشكل من حيث القصر، وتحمل خلاصة الموضوع كما يراها الكاتب، ويجوز فيها أن يبدي الطالب رأيه من خلال الإعجاب بمضمون الموضوع
وتوجيه النصح والإرشاد لغيره. هذه هي الخاتمة. والآن عزيزتي الطالبة، قد أصبحنا في أتم الاستعداد لكتابة الموضوع، وكما تعودنا في البداية نقوم بكتابة العنوان. وما هو عنوان الموضوع؟ أحسنتي، الشمس. قومي بكتابة العنوان وهو الشمس. وكما ذكرت لك بالأمس، لابد أن نبدأ الموضوع بجملة افتتاحية تمهد للموضوع. نستطيع أن نقول أحسنت يا حبيبتي، نستطيع أن نقول الشمس نجم ملتهب له فوائد كثيرة. قومي يا حبيبتي بكتابته، الشمس نجم ملتهب له فوائد عديدة. هذه جملة افتتاحية. نستطيع أن نجيب عن الأسئلة التي ذكرناها بالأمس ونقوم بالإجابة عليها. الشمس نجم ملتهب له فوائد عديدة. نقوم بتوظيف الفاصلة. تشرق الشمس. متى تشرق الشمس؟ أحسنت، كل صباح. تشرق الشمس كل صباح. عزيزتي الطالبة، لاحظي أننا لابد أن نقوم باستخدام الفعل المضارع في بداية. أحسنت، لابد أن نقوم باستخدام الفعل المضارع في كتابة النص المعلوماتي. تشرق الشمس كل صباح. نقوم باستعمال الفاصلة. وتنشر الضياء وتحس، نعمل فاصلة، وتحس الناس على النهوض للعمل بجد ونشاط. ونستطيع أيضا أن نذكر أنها تمد الإنسان بفيتامين د، فهي التي تمدنا، فعل المضارع أيضا، بفيتامين د الذي يساعد على نمو العظام والأسنان. نستطيع أن نقول أن الشمس أيضا تمد النبات بالضوء والحرارة اللازمين لنمو النبات. أيضا كذلك لحدوث الفصول الأربعة، لا بد أن تدور الأرض حول الشمس. نستطيع أن نذكر العديد من المعلومات يا حبيباتي، وأكيد الموضوع اللي أنت هتكتبيه هيكون أفضل من الموضوع اللي أنا قمت الآن بكتبته، لأن لدي ثقة كبيرة فيكم. وإن شاء الله الفقرة أو الجملة الختامية هتكون لنتفكر جميعا بخلق الله عز وجل، لنتفكر جميعا بخلق الله عز وجل، لنتفكر جميعا بخلق الله عز وجل ونحمده على نعمته. وبذلك عزيزاتي الطالبات، نكون قد انتهينا من كتابة الموضوع، وهو موضوع معلوماتي عن الشمس. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى، ومع درس جديد من دروس اللغة.